احيانا تدفعنا الظروف مضطرين للسير في طريق كان علينا في الاصل اتيانه اختيارا. يعني احيانا بيبقى قدامك طريق امشي فيه وترفض انك تاتي اختيارا، ويعرض عليك الف مره وترفض انك تاتي، وبعد كده تضطر ان تاتي هذا الطريق رغبه. عشان كده بقول كتير الناس اللي ربنا بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى يوصل اليه الدعوه، التزم، اهتدي، قرب من ربنا، توب، وهو مشغول بالفلوس، مشغول بالشهوات، مشغول بمعاصي، مشغول بدنيا، مشغول عن الله. فالله جل جلاله يبتليه ليأتي به رغم أنفه، فيضطر يقول يا رب، ويمشي في السكة اللي هو ربنا كان يدعوه إليها، تعالى بالراحة، تعالى بالراحة. ولذلك أدام إحنا في مدرسة الحياة، القصة دي أنا قلتها كتير جدا بس ماشي قولها تاني لأنها من مدرسة الحياة. قلت قبل جانا أحد الشباب كان في كلية تجارة، ولد طيب مؤدب، وهو في سنين الكلية كان شعلة نشاط في الدعوة، ما شاء الله لحيته الكبيرة الضخمة، وكان نشاط في الدعوة، عمل أسرة في الكلية، ومدرجات يعطي كلمة ويكتب على السبورة قبل دخول الدكتور كلمة، وكان نشاط، طلب علم وسعي وجهد. تخرج من كلية التجارة وما دخلش الجيش، يبدو انه كان وحيد والديه او لا ادري كان ايه، لانه ما دخلش الجيش. بدا يبحث عن عمل، فاتت سنه، فاتت اثنين، وفي الشغل عيلته من العائلات الكبيره في القاهره، عندهم معارض سيارات، فعرضوا عليه يشتغل في معرض سيارات. طبعا جات له بنوك، بنوك لا، مش عارف شركات تعريبه لا، فراح اشتغل في معرض سيارات. طبعا في البداية راح شوية بالجلبية، لا مش هينفع بالجلبية، طيب الشغل بتاعك ده البس بدلة جرفتون، لا جرفتة لا، قالوا ماشي جرفتة لا. لبس البدلة، بعد شوية طبعا الفتن الدنيا ومعارض السيارات اللي بيدخلها مين، التعامل مع النساء والتعامل مع الكبار والسجاير حواليه، بدأ هو من نفسه من غير ما حد يقول له حاجة يقصر لحيته شوية، لبس الكرافتة الحمراء، بدأ بقى يستحل ما كان يراه حراما، كلونيات بتاع الكحول والبرمانات بدأت تستعمل، لحيته خفت كمان شوية، النظر للنساء والتعامل مع النساء ومكالمات التليفون في النساء والصحوبيات، اتحلقت اللحية. ونحن في كل هذا معه، يا ابني انت رايح فين؟ انها تروح في داهيه كده تضيع نفسك. يقول لا 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 لا، اللي زي ما يضيعش، انا عارف كويس. لما حلق لحيته وبدا يخوض في امر النساء وبدات السجاير، انت ضعت. قال لا ما ضعتش، هم سنتين اكون نفسي واعمل لي معرض اعتبرني مسافر سنتين، وانا راجع لربنا لان انا عارف ان اللي انا فيه ده غلط. كثيرون من الناس يغرهم ان هو عارف ان ده غلط وانه ناوي يتوب منه، فيغتر ويتلهى بهذا الامر. كثير من الناس جدا لما تقول قول عيوبك، عارف عيوبه كويس، قول ذنوبك، عارف ذنوبه كويس، تخرج منها ازاي، عارف كويس ازاي يخرج منها، عارف كويس جدا ازاي يتعظ ويبطل ذنوب ويبقى كويس، عارف بس ما بيعملش حاجه، بيفضل مغرور جدا بهذا الامر، مغرور ان هو يقول يا رب انا عارف ان انا غلط، سامحني واصبر عليا وانا هبقى كويس. ولكن ان ربك
لسريع العقاب وإنه الغفور الرحيم. هو غفور رحيم وسريع العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما هو مش بمزاجك، ما ينفعش، مش هنلعب، مش لعبة هي. ده ربك عزيز، عزيز لا يوازي، غني لا يحتاج لأحد. الشاهد عدوا السنتين وفوجئت ان امه بتتصل بيا، الحق ده فلان في الحميات العباسيه. خير، ايه اللي حصل؟ قالت لي قالوا ايدز. ايدز؟ رحت له بص لي، كنت عارفين مريض الايدز لما الناس تعرف ان عنده ايدز بيبقى شكله وحش قوي، كذب الناس كلها بتهرب منه. هربت منه، قالت جملة مشهورة، كان نفسي أجيبه ماشي، جابني على وشي، كان نفسي أرجعه بإرادتي، جابني رغم أنف، جابني رغم أنف، كان نفسي أرجع على رجلي، نفسي أرجع على رجلي، رجعت له على ضهري، رجعت له على ضهري، ومات الرجل، مات الرجل. أسأل الله أن يرحمه ورحمة الله، أرجو أن يكون تاب قبل ما يموت. بس خطر، خطر. هناك فرق، هناك فرق بين من يأتيه مطيعا، مطيعا، راغبا، راغبا، محبا، محبا، وبين من يأتيه رغم أنف. في فرق. يرجع لربنا وهو مريد ومحب ومقبل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ خير النفقة أن تنفق وأنت صحيح، ها؟ شحيح، تخشى الفقر وتؤمن الغنى. يقول الله يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك بمثل هذه، حتى إذا بلغت احتراقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدق. هي دي مدرستك، هي دي مدرستك.